تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان روحانية الصوم الأربعين المقدس. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الراهبة المخلصية مريان واكيم التي تحدثت عن أهمية الصلاة في زمن الصوم الأربعيني التي تشعر المؤمنة بالخشوع والإيمان والإطمئنان حتى ينال بالنهاية الملكوت السماوي. فإلى هناك. بالنسبة لموضوعنا لليوم، إذا بدنا نذكره، نحن بيجي هو مش من فراغ عينته الكنيسة أو الكنيسة، أو أنه إجا بفترة الربيع أبونا، لأنه نحتفل بزمن الربيع بفصل الربيع، وأيضا هو ربيع حياتنا الروحية كمان اللي بتزهر فيه وبتتفتح الزهور وهالنباتات وهالروائح الزكية اللي بتعطر كنايسنا في هذا الزمن المبارك. فبعتبر أنه ربيع حياتنا الروحية هو بداية بالصوم، بالصوم ومن مجد القيامة لبعدين. ودائما عم بحكي انه هذا هو كمان مستودع منخزن فيه لحياتنا الروحية القادمة. فبداية الصوم دائما بيجي بهذا الفصل. كان قديما وانا عم بحضر للحلقة ابونا، كان في صوم بعد الغطاس، لأنه مثل ما بيورد بالكتاب المقدس أنه بعد العماد وإلى آخره وانطلق إلى الجبل وصام 40 يوم، يعني اختلى بحاله. فالكنيسة كانت بالزمانات تعمل الصوم بعد الغطاس، تصوم 40 يوم وبعدين تصوم قبل الأسبوع المقدس اللي هو الأسبوع تبع الألام. فالكنيسة بعدين جمعت الصوم ونقلته لقريب من موعد الألام، لأنه يعني كانوا عارفين موعد الألام وجمعتهم مع بعض وصار بعيد عن العماد. الكنيسة الشرقية عموما، نعم، يعني في بلادنا بالأردن وفلسطين، والحكي من يعني مطلع القرن العشرين لما ازدهرت الكنائس عندنا وانتشرت. تعرفي زمان يعني بالقرن 19 والـ18 يعني كانت الأغلب القبائل الأردن، تعرفي كيف الحركة، يعني مش الحركة قوية مش ثابتة، وبناء الكنائس يعني بالعهد الدولي أو المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. فاعتادوا الناس على طريقة صوم الشرقية، الطريقة المعينة، وهي الصوم عن منتجات الحيوان كافة، لا ألبان ولا أجبان ولا لحوم مدة الصوم. هلأ كلمة صوم معناها الامتناع عن تناول الطعام والشراب. نعم. أما كلمة القطاعة هي الامتناع عن منتجات الحيوان. نعم. فالفكرة وين؟ الفكرة أنه ممكن الواحد يصوم الصوم والقطاع بنفس الوقت، يعني أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من زمن الصوم الأربعين المقدس، من الساعة 12 بالليل للساعة 12 الظهر بيمتنع عن تناول كل شيء. نعم. هلأ اللي بأخذوا المي، ناس في ناس ما بأخذوا المي 12 ساعة، هاي صوم بنسميها. هلأ لما يخلص 12 ساعة بدي يوكل بعيد عن منتجات الحيوان، هذا الصوم الشرقي القديم. هلأ الكنائس الكاثوليكية الشرقية زي الموارنة، زي الروم الكاثوليك، زي السريان، زي الكلدان، هالكنائس اللي فيما بعد تبعت كنيسة البابا أو الفاتيكان، أصبح لها الشرع الخاص الذي يحدد غبطة البطريرك أو رئيس الأساقفة أو المطران في أبرشيته، بيبعث لكل كنيسة بداية الصوم إيش التفسيحات وإيش النظام وإيش القانون اللي أقلها. وفي ناس اللي بحب اللي صحيا بيقدر أنه يصوموا بالطريقة اللي حكيناها، الصوم الشرق القديم اللي هو عن جميع منتجات الحيوان. موضوع الصوم مش أني بس أصوم عن اللحمة واللبنة والجبنة وهيك، موضوع الصوم أنه لازم أميت حياتي الروحية، يعني أميتها، أميت جسدي موتا لكي أنا أندمج بحياة ربنا، مع ربنا، وجودي مع ربنا، اني اشعر بوجود ربنا في حياتي. كيف بدي اشعر بوجود ربي بحياتي، بروحي، بقلبي؟ هو هذه الفكرة الصوم. فما بتيجي هذا الموضوع اني انا انشغل بس بالله وكيف اني اسمع ربنا وصوت ربنا بحياتي، لازم ابعد عن انشغالي بالامور التانية اللي مثل الأكل والشرب والسهر والمرح والحفلات لأنه بهذا الزمن ينقطع كل مظاهر الاحتفالات إحنا بكنيستنا أو بمجتمعنا، حتى بزمن الصوم كل الأفراح تؤجل
لبعد الصوم سموه لحد جديد، حد جديد يعني حد بعد القيامة. صحيح. كل أفراحنا، زواجات، المناسبات الاجتماعية، ما عدا طبعا الموت والعماد، العماد كمان مسموح. عماد ما في عليها. نعم. بيعملوا أبونا بزمن ما بيعملوا هاي الأفراح بخلال الصوم، لأنه الصوم بيبعدوا الناس عن الانشغال بالأمور الاجتماعية تيتفرغوا لأمورهم الروحية. فعدم التفرغ هذا أنا بعتبره كمان أنه إنسان عم بيصوم عن الأكل، اللحم والجبنة والبيض والجاج ولا الهاي، ولكن حياته الاجتماعية مستمرة برضو كمان. هذا غلط أبونا، لأنه يعني التفرغ معناه أنه أنا بصوم لكن لازم أصلي، لأنه أشرعة أبونا قارب الصوم أو هذا القارب اللي أنا بدي أبحر فيه إلى العمق، مثل ما طلب السيد المسيح، اذهبوا إلى العمق دائما عشان تكونوا قريبين مني، تعمقوا في حياتكم الروحية، تعمقوا بكلمة ربنا، تقربوا مني بالصلاة. الصلاة والصوم والصدقة، هدول الثلاثة. نحن عادة بناخد أوقات هاي المفهوم الشعبي إنه ما ناكل وما نشرب. نعم. لازم لساعة محددة، وننسى إنه هو فترة مقدسة. يعني هذا الزمن اللي نحن عم نعيش فيه واللي عم نقطع فيه هو زمن مقدس. بهالزمن المقدس في عنا أكيد فترة استعداد لأعظم حدث صار بتاريخ البشرية اللي هو قيامة المسيح. فلنقدر نحن نتقبل أو لنقدر نعيش هيدا الفرح، فرح القيامة. نعم. بحاجة لفترة تحضيرية، يعني فينا نقول أكثر من أنه الواحد إذا شربت مي بعد ما صارت 12 أو شو بده يصير، أو إذا أكلت أو كذا، لا ما بقى، يعني ما يكون في عنا هيدا النوع من الحرفي، لأنه الحرف يقتل أما الروح فيحيي. نعم. فالحرفيه يلي اوقات منعيشها بدنا شوي نغيرها. انا باعتقادي اكيد فتره الصوم بالاضافه للي كان هلا ابونا جورج عم بيقولوا انه ما ندين الاخر ولا الاذى ولا انه صوم الواحد اللسان وكل هالامور. نعم. انا بحب اعطي ثلاث افعال للصوم، يعني اكيد من كلمه الصوم الصاد والواو والميم. انا بحس انه هنا اكثر الصوم هو صلاه ووداعه ومحبه. فنحن بصلاتنا بفتره الصوم اللي هي بدها تكون مش بطريقه انه مكثفه او بس ترداد حكي، نعيش روحيه الصلاه. صلوات الصوم بحسب كل الطقوس، ان كان الشرقي ولا اللاتيني او حتى الماروني، كل طقوس الصلاه بفتره الصوم هي صلاه استعداديه للقاء أكيد بالمسيح القائم. صلاة فيها توبة. نعم. فيها نوع من المراجعة للذات، وأنه الواحد يسعى أكثر تغير مسيرة حياته. فأنا تغير مسيرة حياتي بيكون في عندي توبة، بيكون في عندي مصالحة، بيكون في عندي مثل فحص ضمير على حياتي أنا شو عملت وكيف صار وكل هالأمور، تبلش شوي شوي أمشي خطوة. لا أتكلم.